بارتي 1 بارتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين على اليوتيوب فيسبوك وتويتر ومجموعة من الصفحات الإلكترونية وصحيفة العبور إن شاء الله مباشرة منها إن شاء الله قريبا برنامج بعنوان يوم من حياتنا. هذا البرنامج اللي سوف يتضمن مجموعة من مجموعة من البرامج اللي تكون عبارة عن قضايا ومواضيع وحوارات ومواهب سوف تكون لديها طاقات داخل قلمهم ونستنتج ماذا سوف تعطي إن شاء الله. سوف نقوم أيضا بتغطية مجموعة من الجمعيات والأعمال الخاصة بها داخل قلمهم وخارجها لكي نعرف قيمتها وما تقوم به وفي العمل الهادف ذلك سوف يكون عن شراكة بين الشباب القلميمي. عندما نتكلم عن شباب الأعمار لا تقل عن 24 سنة ما تحت سوف نقوم بإعطاء مجموعة من المعلومات على شخصيات بارزة داخل القلميم ونقوم بالمقارنة كيف ما كان نعالي ذلك. ترقبونا إن شاء الله بدون أكثر عليكم. هذه داخل أيضا في ندوات وتغطيات وهذا البرنامج إن شاء الله تم إعطاءه هذا الاسم لكي نغير حياتنا. ولكن كيف تغير حياتك إن من نفسك أنت الأول ثم الآخر. لذلك ماذا أقول لكم دون أن أطيل عليكم مجموعة من المواضيع لدي سوف أعطيها لكم لكي لا تحكموا علي أنا الأول وعلى الأصدقاء من المظاهر. لا تحكم على المظهر للشخص أو ما شابه قد يكون مغاير ولا تحكم على الشخص قد يكون لهم مغاير أيضا. أتمنى أن تكونوا قد وصلت الرسالة وتحية لكم وشكرا وكثرة النواة. إلى اللقاء.